شارك الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية في الاجتماع الطارئ الذي عقده أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. برئاسة سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك العجرف، وذلك للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في دول المجلس بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ومناقشة الإجراءات الأمنية المتبعة في إطار الجهود للحد من انتشاره. في بداية الاجتماع أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما قامت به في الإعداد والترتيب للاجتماع وعقده عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا، معربا عن تهانيه لمعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون، ومتمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله خلال الفترة المقبلة. خلال استعراض معالي وزير الداخلية لجهود مملكة البحرين وتجربتها بشأن مكافحة فيروس كورونا، أشاد معاليه بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومتابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بما يسهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. أكد معالي الوزير على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس، ومعبرا في الوقت ذاته عن تقديره للمقترحات التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن مكافحة فيروس كورونا. خلال الاجتماع الطارئ بحث أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية عددا من الموضوعات الأمنية المهمة والمتعلقة بهذه الجائحة وسبل مواجهتها والحد من انتشارها. في هذا الشأن اتفق الوزراء على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون التنسيق لعقد اجتماع لممثلي وزارات الداخلية بالدول الأعضاء متى ما دعت الحاجة عبر تقنية الاتصال المرئي لتنسيق الجهود الأمنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن تتولى الأمانة تزويد كافة وزارات الدولة للدول الأعضاء بالمعلومات التي ترد إليها من وزارة الداخلية في أي دولة عضو حول الإجراءات الاحترازية الأمنية التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، كما تم الاتفاق على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الأمنية وآليات التحكم والسيطرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. أكد الوزراء على ما سبق الاتفاق عليه من عدم السماح بخروج أي مواطن إلى أي دولة أخرى إلا بنفس الوثيقة التي دخل بها إلى أي دولة مع دول المجلس، وتحديدا جواز السفر عند استئناف الرحلات. وثمن أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية الجهود التي تقوم بها دول المجلس في إطار التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية المتوازية مع الإجراءات الوقائية الصحية عبر المنافذ البرية والجوية، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين والمتنقلين بين دول المجلس. وأبدى أصحاب السمو المعالي الوزراء شكرهم وتقديرهم إلى الكوادر الطبية والفنية في دول المجلس وجميع دول العالم لما يبذلونه من جهود كبيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والسعي لإنقاذ الأرواح بإذن الله تعالى. أشاد أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية بالجهود الحثيثة التي يقوم بها منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية في دول المجلس وبمساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس، كما أشاد الوزراء بتعاون المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مع الدعوة لمزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتحقيق أعلى درجات الوقاية والحد من انتشار الفيروس. أعرب أصحاب السمو المعالي الوزراء عن شكرهم لأمانة مجلس التعاون على ما تقوم به في إطار التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس في مجال مكافحة فيروس كورونا.